اهلا وسهلا بكم من جديد. راح تنضم لنا الدكتوره ربا مشربش ونحكي عن فوائد فيتامين د لتقويه المناعه. صباح الخير دكتوره. اهلا هيثم، كيفك؟ شو الاخبار؟ والله مشتاقه لكم كثير. الله يخليك. ونحن كمان الحمد لله. دكتوره بدي اشوف كادر اليوم، برضه كادر اليوم جديد. لا اليوم اسمعي، صرت مخرجه من ورا القعده. أظن خلصتي كل الكوادر، هلأ صار لازم تبدعي تدخلي على الديكور. مونتاج، ميوزك، إيش ما بدك. طيب دكتورة، بدنا نبلش بفيتامين دال، وين موجود؟ صح. بهاي الفترة اللي إحنا قاعدين فيها بالبيت أيضا، كيف بنقدر نعرض حالنا للشمس وكل هاي التفاصيل؟ تفضلي. بالضبط. هلا فيتامين دي من اهم الفيتامينات خاصه بالوقت الحالي، لانه شوفي فيتامين دي دائما بيكون باقل مستويات باخر الشتاء، فاحنا يعني كان شتاء كثير ودخلنا بالخريف، وهلا كمان قاعدين تقريبا راح يصير لنا 4 أسابيع في البيت، فاكيد مستويات فيتامين دي كثير قلت عن المستوى الطبيعي. هلا اللي ما بيعرف فيتامين دي، دائما احنا بنعرف انه فيتامين دي مهم جدا لامتصاص الكالسيوم، مهم جدا للعظام وغيرها، بس كثير دراسات اشارت انه الفيتامين دي مستقبلات له على عده خلايا بالجسم، منها الخلايا المناعيه، ووجدوا علاقه كثير قويه ما بين لما يكون فيتامين دي ضمن المستوى الطبيعي وبين انه يقلل من الالتهابات والمشاكل الصحيه اللي بتعرض لها الجسم، لانه بدخل بالجهاز المناعي، فبالتالي الاشخاص المعرضين لنقص فيتامين دي معرضين اكثر للالتهابات، معرضين اكثر للامراض المعديه وغيرها، فعشان هيك احنا دورنا هلا لو قاعدين بالبيت بدنا نحاول ناخذ كل المصادر الاساسيه لفيتامين دي، اللي هي نقدر نحكي 3 أشياء اساسيه. هلا اللي بنصحه انه معظم الاشخاص اذا كانوا عم ياخذوا فيتامين دي سبلمنت، لانه في كثير ناس اصلا عندهم كان نقص، لانه معظم الاشخاص بيطلعوا الصبح على المكتب بيرجعوا الساعه 5، فما في تعرض مباشر لاشعه الشمس اللي هي تعتبر المصدر الاساسي لفيتامين دي. فعشان هيك اذا هو الدكتور كان واصف لك مكملات او واصف لك مكملات من فيتامين دي، كثير مهم ما ننساها بهذا الوقت، ونتاكد انه احنا عم ناخذها عشان نقدر نحافظ على مستويات فيتامين دي ضمن المعدل الطبيعي. كمان لانه مع قعده البيت نقص فيتامين دي بشكل حاد بيعمل تعب، بيعمل وجع بالعظام بالظهر، فهي الاشياء كلها لما احنا ناخذ فيتامين دي ويصير ضمن المعدلات الطبيعيه كثير بتقل اعراض نقصه، وبالتالي بيحمي من كثير من المشاكل. هلا ثاني شيء نقدر نعمله لو احنا قاعدين بالبيت، اذا عندنا بلكونه، اذا عندنا ترس، اذا عندنا جنينه، كثير مهم كل يوم على الاقل 10 دقائق نطلع نشرب فنجان القهوه او الشاي برا، منه بناخذ شوي شمس لسه ما عم بتكون حاميه، بس هالاشعه الشمس هاي نتيجه احنا تعرضنا للفيتامين دي هو المصدر الاساسي بيكون عندنا بالجلد، لما نتعرض لاشعه الشمس الفيتامين دي هذا بتحول لشكل ثاني، بعدين بالجسم بيكمل باقي التفاعلات عشان نقدر نستفيد من فيتامين دي الموجود. فاذا عندك اي بلكونه او اي ترس او اي شيء كثير مهم نطلع لو اقل 10 دقائق يوميا نتعرض لشوي من هالفيتامين دي لنقدر نخفف من اعراض النقص. وإشي الثالث اللي نقدر نعمله إنه من العناصر الغذائية، هلا بنعرف إنه أغلبنا بنطلع مشياً على الأقدام بنروح بنجيب أغراضنا، فاللي ما بيقدر يشتري سمك صعب يحصل على سالمون، وهي الأسماك الغالية كتير أسهل إشي وأرخص إشي موجود بكل البقالات اللي هو التونة والسردين، فعلى الأقل مرة مرتين بالأسبوع نأكل من هدول المعلبات بعد ما نغسلهم ونأخذ كل إجراءات الوقاية طبعاً، لأنه هدول كلهم فيهم فيتامين دي، خاصة السردين عالي جداً بالكالسيوم والفيتامين دي، فكتير مهم إنه ناكله على الأقل مرة مرتين بالأسبوع، منها وجبة نعم. قليلة التكلفة. نعم دكتورة. بالنسبة للجرعات أو بالنسبة لقديش لازم نأخذ فيتامين دي، هل هناك فرق بين الرجل والإمرأة مثلا أو الكبار والصغار، وكيف ممكن أنه نحسب احتياجاتنا من هذا الفيتامين؟ هلا الاحتياجات اليومية احنا بنسميها بالإنترناشنال يونت، يعني مثلا هلا في أطفال حديثي الولادة أو صار في عنا ولادات خلال هاي الأزمة، فهدول من أي صيدلية بينعطى عادة بقولوا بعد الشهر تقريبا، أو حسب طبعا الطبيب شو بيعطي، في نقط خاصة للفيتامين دي مكملات بتنعطى لهذا الطفل، عشان كمان لأنه ما عم بتعرضوا الأطفال ما عم نطلعهم برا. في بالصيدليات في نوع من الفيتامين دي برضه بجرعات
مخصصه للاطفال، يعني احنا في كثير جرعات من فيتامين دي موجوده بالاسواق بالصيدليات، في جرعات عاليه جدا علاجيه، فهي بدنا ننتبه لما ناخذها، يعني مش انه انا عندي نقص اروح اخذ اي مكمل، كثير مهم استشير طبيبي اذا بالتليفون او الصيدلاني عنده معلومات كثير منيحه، واذا انا مش عامله فحوصات وما بعرف اذا عندي نقص، اول شيء نلجا له انه نتعرض للشمس وناخذ السردين والتونه وغيرها، اذا بدنا تاخذ مكملات ما تتجاوز الالف، احنا عم نحكي للكبار لانه هو ما بعرف اذا عنده نقص او لا او مش عامل فحوصات، وهلا ما في مجال الواحد يعمل فحوصات للفيتامينز والمعادن. اما الجرعات العاليه جدا ال 50,000 وال 10,000 هذول بدنا يكون طبيب معنا ونستشيره، لانه كمان اذا واحد عم ياخذ اصلا مكملات لفتره كثير طويله وضله ياخذ وما عمل فحوصات وارتفعت عن الحد الاعلى المسموح فيه برضه بضر، لانه الفيتامين دي من الفيتامينز بتتخزن بالجسم، فكثير مهم انتبه للجرعه اللي باخذها وهل هي مناسبه لي. في جرعات الاطفال اصلا بتكون مناسبه للاطفال، وعاده تيجي يعني اذا عندنا اطفال عمر 8 10 سنين 7 سنين الكميه بتكون موجوده على شكل جاميز بالصيدليات بجرعات خفيفه جدا ما تاذيهم. نعم دكتوره، يعني المتعارف عليه او بجوز من المعلومات ما بعرف اذا هي صح ولا غلط، انه ما بكفي انه نعرض فقط الوجه والكفين لاشعه الشمس لحتى نحصل على هذا الفيتامين، هل هاي المعلومه صح او خطا تغذويا وايش ممكن نعمل؟ هلا انت لما تعرض الوجه والكفين اذا مش حاطط سان بلوك او واقي شمس بتحصل منيح على كميه فيتامين دي، ما في اي مشكله. هلا اذا احنا قاعدين بالبيوت والبلكونه وما وحدا بيقدر يعرض اجري شوي او نرفع شوي الكم نتعرض، هذا احسن واحسن. هلا اللي بدي اذكره كمان انه هلا صار في انواع على الشباك واحنا بنسوق دكتور ما فيش سواقه هلا يعني نعرضها ما بسواقه هلا فممكن لما نروح نشتري اغراضنا كمان هلا شوي شوبات اذا كنا رافعين الكم شوي برضه بنتعرض. هلا انواع الواقي الشمس قديما كانت ما تعرض يعني ما تخليك تستفيد من فيتامين دي، هلا اللي سمعت فيه انه في انواع صارت تقدر انه يكون في يعني حمايه للجلد بس بنفس الوقت ممكن تستفيد من فيتامين دي، بس لانه ما بتعرف شو نوع الواقي الشمس اللي انت عم تستخدمه لو تعرضنا. هلا ما في اشعه شمس قويه جدا، يعني هلا احنا مش فصل صيف حار، فلو تعرضنا شوي ما رح نقدر ما رح نأذي جلدنا او بشرتنا اذا كان تعرض يعني وما كانت اشعه الشمس حاميه جدا بهاي الفتره. طيب دكتوره، في بديل عن التونه والسردين بفيتامين دي؟ هلا هو اعلى شيء تونه سردين سالمون، الاسماك الزيتيه لونها غامق زي التونه، عرفتي كيف؟ الاسماك الفيليه البيضاء المجمده فيها بس مش زي التونه والسردين والسالمون، بس بضلوا فيها موجود بالبيض بس برضه يعني ما بيعطيكي كل احتياجاتك لانه النسبه الموجوده بالبيض شويه اقل. موجود بانواع حليب الباودر المداعمه، يعني بنقدر هلا كمان اذا بالبقالات حوالينا في انواع من الحليب مكتوب عليه مدعم بالكالسيوم والفيتامين دي، فهذا بفيد، فممكن من الاشياء اللي اذا قدرنا نجيبها من السوبر ماركت نقدر ناخذ منها. في بعض انواع الفطر بس مش الفطر الابيض اللي احنا بناكله، بكون مجفف بالشمس، اظن اسمه شيتاكي مشروم، نوع من انواع الفطر، بس هذا كمان مش كثير متوفر عندنا او مش كثير مستهلك او شائع استخدامه بالاردن. فهي اعلى شيء نقدر نحكي اسماك بيض وحليب مدعم، وفي كثير انواع للاطفال، حتى لما نروح على الصيدليات بنشوف انواع تيجي مدعمه بالحليب بالكالسيوم والفيتامين دي لاطفالنا، لانه بتعرفي اطفالنا هلا كمان بالحظر التجول ممنوع تحت ال 16 يطلعوا برا البيت، فاذا في جنينه او ترس او اي شيء هذا كثير حلو، حتى لو في شباك يعني ننتبه عليهم بس نعرضهم شوي لاشعه الشمس، السطح مثلا نعم. سطح البناية إذا يعني هاي الأشياء بنقدر نساعد الأطفال شوي ياخذوا هواء نقي وشوي يتعرضوا لأشعة الشمس. نعم نعم دكتورة، شكرا جزيلا لك. سؤالي الأخير قبل ما ننهي معك، هلأ في بداية الأزمة بجوز كلنا تعرضنا لموجات من الأكل العاطفي بسبب الخوف أو القلق أو هاي الأشياء، عم بتحسي من خلال متابعاتك يعني مع الأشخاص اللي بتتابع معهم بشكل عام أنه شوي نوعا ما رجع الوضع للروتين، يعني مستوى القلق خف والناس صارت تتعود شوي، صار في روتين لترتيب الوجبات ولا لا صار الوضع أسوأ؟ هلا شوف على حسب الاشخاص، يعني في ناس بقول لك خلص انا بعدين بهتم باكلي، انا بقول لهم لا هلا لازم تهتم لاكلك لانه هاي اكثر فتره، حتى بتخيل انا بعد الازمه الانماط الغذائيه والاهتمام بالصحه رح ياخذ منحنى اخر، يعني بتخيل معظم الناس صار عندهم وعي صحي بشكل كثير كبير،
دور التغذية والرياضة والاهتمام بالجسم صار أضعاف. فبتخيل إن شاء الله تكون هاي الأزمة أوكي هي صعبة كتير علينا، ولكن إن شاء الله تكون غيرت عادات فينا كتير. يعني في ناس التزموا، في ناس مهتمين لأكلهم، بس تعرف لأنه التقيد والناس محصورين شوي بأماكن بيوت شوي صغيرة قلة الحركة، فهون بنشجع قد ما بنقدر على إنه إحنا نلتزم بالنظام الغذائي الصحي من هلا لو بعدين، لأنه نعرف قديش الشخص اللي بيهتم بصحته والأكل الصحي قديش جهازه المناعي قوي، وحتى اللي بنصابوا بالكورونا. يعني الأشخاص اللي أصلاً تغذيتهم كتير منيحة، مستوى المعادن والفيتامينات عندهم كتير منيح، ما عندهم أي نقص بالمعادن والفيتامينات، هدول عندهم جهاز مناعي كتير أقوى من الشخص اللي مدخن عنده سمنة وسطية خاصة. هدول أكيد جهازهم المناعي ما بكون بالقوة نفسها زي الشخص اللي بيهتم بصحته. نعم نعم دكتورة، فهي الأشياء اللي نهتم فيها. نعم. شكرا كثير لك دكتورة روبا، يعطيك العافية، نتمنى لك بقية نهار سعيد أنت والعائلة. Thank you.